كنا جايين المدينة شمكناس، وقع مشكل في الرباط، تفرت شكنا. بغيت تلاقى معايا هشام الملولي، حيت هشام الملولي تيقول ليه جي. مشى نزار خويا، مشى معاه من طونوبيل لطونوبيل. ما كانش ناوي يبقى زعما مع هشام ولا شي حاجه، النيه ديالو كان ناوي يمشي معانا لمدينه اكادير. هو كان ضامنو مع هشام الملولي، هو متفق معاك، مي ما كيعنيش باننا باغي نتورطو ولا يتورط الاخ ديالنا في هذا الشيء هذا. السلام عليكم خوتي خواتاتي الاعزاء، وصافا مزيان معكم مروان السبيتي، الاخ ديال نزار السبيتي. ما كناش داربين الحساب الاخوان لهذا الشيء هذا كله اللي وقع الاخ ديالي. كنا في مدينه اكادير بطبيعه الحال، كل شيء كان في مدينه اكادير. هبط نزار والمناجر والقيده غادي تسبقونا لمدينه مراكش، وكنا كل شيء جايين ناوي نتلاقاو في مدينه مكناس لمؤازره خونا هشام الملولي. بطبيعه الحال يعني مش مؤازره حبيه، ماشي مؤازره ديال الشجارات ومؤازره ديال المشاكل وهذا الشيء. انا ما كناش ضاربين الامور تطورت وصل لهذا النيفو هذا وصل لهذا الحد هذا، يعني كنا بغينا نجيو نازرو سلام حبيبنا خونا كدا، هادي نقدروا كاع نصوروا مع فيديو وندورو بحالاتنا هذا الشيء اللي كاين، مشاو للوطيل ولا نشدو الطريق نرجعو فين كنا. ما علينا، كنا في اكادير كيف قلت لكم، سبقنا المناجر وغيتا ونزار، مشاو لمدينه مراكش، باتوا هما تما. انا والاخ ديالي نبيل قطعنا الكار لكازا، كنا غنهبطوا لكازا علاش باش نشدوا التران لفاس ولا نشدوا الكار لفاس. صافي وصلنا لداربينا الكار اللي سكار في مراكش. تواصلت القايده غيتا مع الاخ ديالي نبيل، قالت لي فين كاينين نتوما، قال لي انا يلاه وقف بينا الكار دابا في مراكش. قلت لي ونزل نزل، لا ما تمشيوش نزل، جيو عدي ومشيو كاملين اونصومبل. قلت لها ماشي مشكل مرحبا، ما اصلا هذاك الكار بالي ثقيل، معلاش مناش وحنا راكبين من ديك 4 الصباح حتى 11 ديال النهار، يعني صافي هلكني امن اكادير مراكش يعني وقت طويل. ما علينا، مشينا هبطنا كلنا، كنا هابطين لمدينه مكناس، هو يتصل واحد الصديق ديالنا عندنا في الرباط. فوالا تحياتنا لي من هذا المنبر هذا اللي وقف معنا بزاف بزاف، كنشكروه. لا داعي لذكر الاسم ديالو. صافي كبر بينا، ضحكنا لعبنا، كان وقع واحد شي بروبليم تما نيت، راه كانوا الاخوان كاملين لاحوا فيديوهات اللي كانوا حاضرين تما، لا نيبالا لا المناجر لا انا لا نبيل خويا اللي كان معنا تما، يعني راه كانوا حاضرين لهذا المشكل هذا. جينا خويا، جينا تفارقنا مع كان نزار خويا، قال لك والو غنمشي نتخاصم مع القايده، قال لك لا والو غنمشي لمكناس. علاش؟ حيت كان عنده تواصل مع هشام الملولي كيقول ليه جي لعندي. تخاصم معاه حيت بغى يجي هنا ولا ما نكذبش عليك، حيت داك الشجار ناض بيناتهم، داك الشيء مغموق يعني كلمه جوج، يعني داك الشيء بسيط جدا، ماشي شي امور اللي تطورات يعني عادي. سالينا خوش خير دليل، راك تلاقينا مع القايده غيتا اليوم، ريحنا تقهوينا عادي، يعني ما وقعش شي حاجه اللي هي ماشي هذيك ولا اللي هي اللي كراف. صافي كيف قلت لك، كنا جايين لمدينه مكناس، وقع مشكل في الرباط، تفرتشكنا. وصلنا كنا غنباتوا مع الاخ نيبال في مدينه القنيطره، جا الاخ مهدي لحق علينا الغد ليه، بتنا تما في الرباط، جا الاخ مهدي ود الخميسات مول العشركة لحق علينا، جا وصلنا لمدينه القنيطره، تفارقنا مع نيبال. كنا مسكين عيام يشد فينا، باتوا معايا نزار، لا نزار والو بازا باش يمشي لمدينه المكناس. بغيت تلاقى مع هشام الملولي، حيت هشام الملولي تيقول ليه جي. فوالا كيتواصل معاه، راه كلشي كاين، كلشي كاين في التليفون، ما يمكنش شي حاجه تنقص ولا شي حاجه تزاد، فهمتي. صافي نزار قال لك لا والو مكناس، بطبيعه الحال حنا ما نقدروش نخليوه يجي بوحدو بحكم عارفين المشكل اللي عند هشام هنايا شويه ماشي هو هذاك. قلنا ليه ها انت شوف، حنا غنوصلوا لمدينه مكناس، انت غتمشي عند هشام الملولي وحنا غنمشيو نشوفوا الاصدقاء ديالنا، غنشدوا لوطيل ونمشيو نشوفوا الاصدقاء ديالنا. مشينا حنا كيف هذاك الشيء اللي كنا مدينين هو اللي وقع. نيبال بقى في مدينه القنيطره، ما مشاش معنا بطبيعه الحال، المناجر شد تو التران من مدينه القنيطره رجع لمدينه مراكش باش يكمل اكادير. حنا كنا غيجيبنا مهدي المكناس ونشدوا الكار من كنا غيجيبنا مهدي الخميسات ونشدوا الكار من الخميسات حنايا المكناس، انا ونبيل ونزار. قال لك المهدي لا حشومه غنوصلكم. فوالا كلشي زينا معاه، مسكين حتى هو وصلنا المكناس صراحه. صافي ملي جابنا ملي وصلنا المكناس معاه، وصلنا المكناس تلاقينا حدا المحطه، مشى نزار خويا، مشى معاه من طونوبيل لطونوبيل. نزل نزار من الطونوبيل عندنا، ركب الطونوبيل ديال هشام الملولي. السلام عليكم، فينا هشام؟ مزيان، السلام عليكم، تهلا تهلا، ما كاينش زياده ما كاينش نقصان، ميم با واحد جوج دقائق.
مشيناش معاه بحكم حنا ما جايينش على اساس باش نمشيو نريحوا معاه، يعني جايين غير باش نشوفوه وجايين على قبل النزار. يعني انا شخصيا كنت نقدر نضامن غير من بعيد، ما نكذبش عليك انا ضامنت معاه بزاف. يعني دخلتي لاشين ديالي مروان سبيشي راه غتشوف الفيديو كلام حق. غتلقاني ضامنت معاه، يعني انا ضامنت معاه. كنقول بقى في اخويا هشام حيت دوزت معانا وقيته شويه، دوزنا واحد الوقيته زوينه اللي درت فيها انا كاع طلعت فيها الطوندونس ديك البيريود اللي بان فيها معايا هو. ولكن هذا ما كيعنيش باننا حنا زعما جينا باش نتازروا ولا باش نضاربوا ولا باش، حنا تواصلنا معاه صافي حبيا، غنجيو غنشوفوا غنضامنوا معاه حبيا. انا هاد ما نكذبش عليك، هاد هي اللي ما بغاتش تفهم ليا بصراحه. هادي قلت ربما نزار صديق ديالو، ما فهمتش انا هاد المساله هادي بالضبط، ما عرفتش علاش ما نكذبش عليك. المهم في الهضره ديالي هو اننا جينا تلاقينا عطيناك نزار، وماشي هو هذا اخر مره غنتلاقاو فيها مع هشام الملولي. اخر مره هي الغد ليه ديال ديك النهار، حنا ملي مشينا عند الاصدقاء ديالنا شدونا نباتوا عندهم انا والاخ ديالي نبيل وداك الشيء، وبدنا عند الاصدقاء ديالنا وراه كل شيء كاين في لي ستوري وفي الفيديو اللي مبوستين. مشقينا مع صاحبنا في الدار في مكناس، هو هذاك داك الشيء مزيان، تحياتنا لعبد المكناسي حتى هو. صافي يعني هذا الشيء اللي كاين الخوت كنقولوا داك الشيء اللي كاين. صافي مشينا عند نزار، اتصل بخويا نبيل بالليل، كانوا عند الحلاق هو وهشام الملولي. قال ليه خويا نبيل جي عندي راه خصني شي حاجه، ما جي عندي. قلنا ليه مشينا لعندو، مشينا لعندو بطوموبيل كدا هادي، مشينا لعندو جبدنا بيه واحد القدر مالي عطاه لنزار. قال لي حنا غدا غنمشيو على اساس البارح. قلت لي يلا معنا. شنو اليوم ان شاء الله في يوم الله الاخوان؟ يوم اليوم الاربعاء، على اساس البارح الثلاث كنا غنمشيو في العشيه. قلنا لي شوف حنا غدا غاديين. قال لي انا نزار غنمشي معاكم، فهمتي؟ بغى يمشي معانا، دونك ما بغاش يبقى هنايا ولا شي حاجه، ولا عنده واحد النيه باش يبقى هنا. قال لي انا غنمشي معاكم. قال جبت طلب من نبيل خويا واحد الفلوس يتسالهم له، عطاه نبيل خويا ديك الامانه، عطاه بحال قلت شي دوبل ربعه المرات ولا خمسه المرات زعما، باش حتى مشينا حنا حيت كنا غنمشيو نشوفوا الاصدقاء ديالنا في فاس في حاله ما، حيت حنا البروغرام ديالنا هو هذا مخربق، نقدروا نمشيو البارح بالليل نقدروا نشوفوا الاصدقاء ديالنا في فاس. قلنا له هاك الفلوس، حتى مشينا حنا لفاس شد انت الطريق ولا جي عندنا لفاس، فهمتي؟ وحنا نمشيو كاملين. المهم النيه ديالو هو كان باغي يمشي معانا، فهمتي؟ ما كانش ناوي يبقى زعما مع هشام ولا شي حاجه، النيه ديالو كان ناوي يمشي معانا لمدينه اكادير. صافي هذا الشيء اللي بغيت نوصل. تفارقنا معاه بالليل صافي، مشينا حنا كنعسوا هو هذاك، نعسنا في الدار عند الصديق ديالنا، حتى كنتفاجئوا فهمتيني باتصالات وبداك الشيء بلي خوكم راه شتو رجال الامن وهذا الشيء. انا وصلتني لابيلاج مالك الجوج بحال هكا جوج، ما بحكم انا كيف قلت لك تنال ما على باليش فهمتيني، يعني كنشوف خويا عارف وراه مامن، يعني ما غندخلش نبقى نقلب في ستوريات وكذا وما وقع والو. حيت ديك الساعه انا فاش تفارقت مع خويا ما وقع والو، حنا بخير ديك الساعه، حنا بخير، جيتي تلاقيتي معايا عطيناك داك الشيء اللي قسم الله تهلا تهلا، فهمتي؟ يعني ما على بالناش زكا ولا كذا ولا. واش دابا بيني وبينك اخويا الزكا غنجي لي انا وجوج خوتي؟ واش انا حمار نجيب معايا خوتي صغار ولا نجيب معانا ولا نزار يجي قدامنا حنا جوج خوت؟ يعني ما نبغيوش حنا ثلاثه الخوت يتقدموا واخا حنا بعاد كل البعد على هادشي. انا عطيتك اكزومبل، يعني حنا جينا نضامنوا مع السيد حبيا وغنمشيو بحالاتنا حبيا، ما وقع والو. ونزار خويا راه بعيد كل البعد على هاد المساله هادي ديال هشام الملولي ولا كذا. حنا وي كنضامنوا مع هشام الملولي، وي متفق معاك، مي ما كيعنيش باننا باغي نتورطوا ولا يتورط الاخ ديالنا في هادشي. هادشي ما ليه حتى معنى، فهمتي؟ يعني انا فريمون كنعرفك انت الصديق ديالي، ما خصنيش نورطك معايا في هذا الشيء. ديال الناس في مواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا باللي هو لقى راسو في التيران بوحدو، كان خاصو باش يعيط على شي واحد باش يجرو معاه. متفق معاك، انا هذا الشيء قالوا لي الناس بزاف، وبحكم هشام الصديق ديالنا وهذا الشيء ما بغيتش نبازي على هذا الشيء ونزيد نورك على هذا الشيء هذا، فهمتي؟ مي انا كنقول داك الشيء اللي كاين حقاني، بان داك الشيء حيت الناس ماشي مكلخين صاحبي، الناس على عندهم عقل عارفين الحقيقه من اللي كيكذاب من اللي كي عارفين الموضوع كيفاش داير. واخا انا مقداوي حتى الصباح نقدر ولا فهمتيني ندير نفريد انا كنكذب، الناس عارفين الصراحه. حيت حنا في 2022 يعني وسائل التواصل الاجتماعي كتوصل كل شيء بلي ديتاي بالتفاصيل مع الوقت مع فهمتي، يعني واخا بغينا نكذب ما بقاش مشى هذاك الوقت ديال تكذب على الناس وهادشي اللي وقت اخرى اللي كاين كاين. وميمكنش حنا غادي نديرو هادشي في نطاق البوز زعما ندخلو رجال الامن وحنا ندخلو نعيطو على الصحافه وهادشي كله علاش في اطار البوز، لا هادي
هادشي ما فيهش البوس، نزار بعيد كله البعد باش يمشي الناس في الجيور بسبب زقا بسبب هادي، وخا حنا كلنا يقدر يتكتب علينا هادشي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.